الصباح الجميل على الجميع. احنا اليوم يوم السبت، اليوم يوم السبت، التاريخ ما الله التاريخ اني ما احفظه انا للاسف. العنوان اليوم عطيناهم خبز توست. كل جميل ما ياكل غير كل. الحبوب يا شباب الحبوب. نجي على البرج الباكستاني، نحمد الله ونصر. اليوم على الصامت طبعا، رجكو على الصامت. وهذه الحنونة، هذه الحنونة ينقلب فرخة. الحمد لله الفرخة اليوم طيب، نحمد الله ونشكر. ماشاء الله تبارك الله. ماشاء الله تبارك الله، يا رب ما يجي شيء ولا يضر شيء. تمام كذا تمام. باقي الزوج الأهبل هذا، والله هذا سميه الزوج الأهبل اللي والله العظيم كل خصائر خصائر. هذا آخر بطل، إذا طلع شيء طلع، ما طلع ما طلع إنتاج خلاص بعزل كل ذكر. على الذكر بحط له إنت، والإنت بحط له ذكر، ونشوف العيب. الذكر ما في عيب، جربته بس باقي له إنت. ذكر ما في نهاية. طيب هنا نجي لحبايبنا، ما
شاء الله ما بغيت اعرف بقول الفرق فين راح. كان فرق هنا، هذا هو الفرق ما شاء الله تبارك الله، وهذاك الفرق الثاني او الزغلول، هذا الزغلول وهذا الزغلول ما شاء الله تبارك الله. عيادي عيادي اضاحي ان شاء الله، هذولي راح يكون لهم برنامج او مكان اخر، بس انتظرونا انتظرونا انتظرونا. وهذه راح تكون لعيون شخص عزيز وغالي على الجميع صراحة. هذا الفيديو اللي راح اعمله او اسويه راح يكون هدية لشخص عزيز وغالي على الجميع، مو بس علي، على الجميع. اللي هذه بصراحة هذه يعتبر هدية له، هذه حبيبة القلب الطيور دي والله. كلهم كلهم والله غاليين الشباب، يعلم الله. لكن في شباب الجميع يتفق على حبهم صراحة، في شباب الجميع يتفق على حبهم وبدون استثناء، والعكس من تذكر شخص أو تهدي له حاجة الكل ينبسط، لأن هو يعز الشخص هذا ويحترمه حيل 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 أو مرة مرة مرة. حياكم الله يا شباب. الحين خلونا ننتقل للشلاتيف على كنا قولت أبو عابد عبد الله فهد، نروح للشلاتيف. هذه الشلاتيف في تحسن ان شاء الله، في تحسن. طبعا هذا الذكر مع اثنين من الفراخة والزغليلة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. لازم ادور له طائرة او انثى صراحة. بكذا يلا فمان الله شباب، صلوا على النبي واذكروا الله يا شباب، اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله. الله يسعدكم ويوفقكم ويرزقكم يا رب. وحياكم الله شباب، واسف على إطالة الفيديو، رغم ان ما عندي والله ما عندي محتوى يعني يستاهل تطويل الفيديو، لكن والله بقدر المستطاع اني اطول الفيديو على حسب طلب الناس. لكن اشوف خلاص 9 دقائق كفاية. وفي أمان الله شباب، حياكم الله حياكم الله.